المجرد والمزيد من الأفعال، أو الفعل المجرد والفعل المزيد. عندما نتحدث عن الفعل الثلاثي المزيد، يمكن أن نزيده كما قلنا بحرف أو حرفين أو ثلاثة. عندما نزيده بحرف يكون أحد الحروف الآتية، إما أن تكون الهمزة في أوله مثل أرسل، أكرم، أوقف، أوضح، أفصح، أو أن يزاد بالألف بعد الحرف الأول منه مثل شارك، قاوم، عامل، ماثل، واصل، راسل. وإما يزاد هذا الفعل الثلاثي بالتضعيف، التضعيف يعني نحط شدة على حرف من حروفه الأصلية مثل وضح، كلم، فهم، شدد، قدم إلى آخره. هذا عن زيادة حرف على الفعل الثلاثي. عندما يزاد بحرفين، هذان الحرفين يكونان في إما أن تكون الهمزة والتاء، الألف والتاء مثل احتكم، احتفل، احترم، ابتدع، احتكر. ويمكن أن يكون الألف والنون مثل انكسر، انغلق، انشطر، انفتح، انفعل. أو أن يزاد بالتاء والتضعيف مثل تكلم، تعلم، تفهم، تقدم، تمثل. أو أن يزاد بالتاء والألف مثل تفاعل، تعامل، تراسل، تعاون، تفاهم. أو أن يزاد بالهمزة والتضعيف أو بالألف والتضعيف مثل احمر، اعوج، اصفر. هذا عن زيادة حرفين. أما عندما نزيد الفعل الثلاثي بثلاثة أحرف تكون زيادة بالألف والسين والتاء مثل استعمل، استخرج، استنبط، استعمل، استقام، استدعى، استجاب، استفاد، استثنى، استثار. أولا الفعل المجرد. الفعل المجرد هو ما كانت حروفه كلها أصلية، وينقسم إلى مجرد ثلاثي أي يتكون من ثلاثة أحرف مثل كتب، أكل، قرأ، ذهب، مشى، جرى، دعا. اثنين مجرد رباعي أي يتكون من أربعة أحرف مثل دحرج، بعثر، بسملة، طمأن، زمجر، زلزل، قلقل. هذا عن الفعل المجرد. ثانيا الفعل المزيد. الفعل المزيد هو ما زاد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف على حروفه الأصلية. يبقى الفعل المزيد هو ما زاد فيه حرف أو اثنين أو ثلاثة على حروفه الأصلية. هذا الفعل المزيد ينقسم إلى مزيد ثلاثي، يعني كان فعل ثلاث حروف وزدناه، ومزيد رباعي يعني أصله أربع حروف وزيد عليه أو زاد عليه أحرف أخرى. في ملحوظة بقى مهمة جدا، إن أقصى عدد لحروف الفعل في اللغة العربية هو ستة أحرف، يعني أكثر عدد لحروف فعل في اللغة العربية هو ستة أحرف. ستة إيه؟ أحرف. وأقل عدد لحروف الفعل هو ثلاثة. وعلى هذا فالفعل الثلاثي، فعل اللي هو ثلاث حروف مجرد، يقبل حرف أو اثنين أو ثلاثة من حروف الزيادة، لكن الفعل الرباعي لا يقبل إلا حرفين فقط. لاحظ أن عندما نتحدث عن الفعل المجرد والفعل المزيد نتحدث عنه في الماضي، إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا نرده إلى الماضي. ثانيا رباعي مزيد. الفعل الرباعي المزيد يمكن أن يزاد الفعل الرباعي بحرف كما قلنا، وتكون زيادته بالتاء مثل زلزلة تصبح تزلزل، تبعثر،
تخلخل. الفعل الرباعي يزاد بحرفين وتكون زيادته بالألف والتضعيف، مثل اطمأن، اقشعر، اكفهر. ملحوظة: الضمائر ليست من حروف الزيادة، هذه الضمائر هي تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، هاء الغيبة، كاف الخطاب. الملاحظة الثانية: إذا كان الفعل في المضارع أو الأمر لابد أن نرده كما قلنا سابقا إلى الماضي كي نعرف المجرد من المزيد، مثل الفعل يعيش، هذا في المضارع، نأتي بالماضي منه، عاش، هذا الفعل مجرد. الفعل يستفيد مضارع، الماضي منه استفاد، هذا الفعل مزيد. حروف الزيادة التي يزاد بها الفعل مجموعة في كلمة سألتمونيها، هي 10 حروف يمكن تسهيل الحفظ، نجمعها في كلمة سألتمونيها، أو هناء وتسليم، أو سألت مي ونهى، هذا تسهيل للحفظ. يبقى يزاد الفعل بطريقتين، بحرف أو أكثر من أحرف أو من حروف الزيادة 10، وتضعيف حرف أصلي من حروفه. أسئلة مجاب عنها. السؤال الأول: بين الفعل المجرد والمزيد، ونوع كل فعل، وبين أحرف الزيادة في الأفعال الآتية: تسابق، كاتب، انتشر، تزلزل، استعلم. الفعل الأول تسابق، أصلها سبق، زاد عليه التاء والألف، معناه أنه ثلاثي، فعل ثلاثي مزيد بحرفين. كاتب، أصله كتب، زاد عليه الألف، أي معناه أن الفعل ده ثلاثي مزيد بحرف. انتشر، أصله نشر، زاد عليه الألف والتاء، ثلاثي مزيد بحرفين. تزلزل، أصله زلزل، وهو فعل رباعي، زاد عليه حرف التاء، فهو رباعي مزيد بحرف. استعلم، أصله علم، زاد عليه الألف والسين والتاء، فهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف.